قواس اسم أسرة عربي جاء على صيغة المبالغة، وهي حرفة من يصنع الأقواس ويبيعها، والقوس آلة على شكل أقل من نصف دائرة ترمى بها السهام في الصيد أو الحرب. والقواس كذلك صانع أي نوع من الأقواس كمندف القطن. والقواس كذلك مهمة من يمشي في مقدمة البطريق أو الباشا أو القنصل، يقرع بهراوته الأرض لفسح الطريق. والمعنى الأخير خاص بالنصارى. وجوبان القواس توفي نحو 680 للهجرة، شاعر نادر في الذكاء. وهذا المعنى موجود بالكامل في وصف الفيديو في الأسفل، كما يمكنكم الاشتراك في صفحتي الفيسبوك والإنستغرام لقناة تصميم الأسماء، وهي موجودة في الوصف أيضاً.